السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم ألف عافية. دفعة 2020 معكم زميلكم ضياء خالد حراحشة من دفعة صميم. إن شاء الله اليوم راح نشرح ملخص لمحاضرة المناعة، تمام؟ وحاولت ألملم فيه قد ما أقدر، يعني إن شاء الله يكون شامل. بدينا المحاضرة بجنرال تيرمز، جمعتهم من كل محاضرة حطيتهم هون. بالبداية شو المقصود بكلمة immunology؟ تمام، هسا هي من كلمة اميونس وهي كلمة لاتينية، اغلب مصطلحات الطب عنا اصلها لاتيني بعدين حولت للغة الانجليزية، تمام؟ فهي اصلها من اميونس، تمام، والتي تصف حالة الحماية في الجسم، which describes the state of the protection in our body. طيب هسا هاي المناعة في الجسم نقدر نصفها مصطلحات ادق، كمان نحكي انه شخص مناعته كويسة شخص مناعته سيئة. فلو قلنا انه شخص مناعته كويسة بالمصطلحات اللي معناها immunocompetent، تمام، فمعناها good immune system، بينما immunocompromised معناها weak immune system، معناها weak immune system. وهذه المصطلحات مهمات صراحة. طيب بعد ذلك رح نحكي عن مصطلح كثير مهم هو ال vaccination. ال vaccination معناها تطعيم. طبعا احنا بأزمة كورونا اللي خلصنا منها ان شاء الله، في طلع اللقاح وناس معارضين وناس بدهم اياه، ف شو فكرة اللقاح وشو فكرة الفاكسينيشن. هسا الفاكسينيشن اكتشفها عالم اسمه ادوارد جينر في مرض للسمول بوكس. والسمول بوكس مرض جدري كان سابقا، ومرض كان فيتل يعني معناها قاتل، ففيري سيفير ديزيز اند فيتل ديزيز. وكان في كذلك مرض اسمه كاو بوكس. فلاحظ الناس اللي عندهم كاو بوكس ما طوروا سمول بوكس. طبعا ما كان في اي مصطلح اي معلومات عن المناعة، ما كان في اي معلومات عن التلقيح او عن عفوا التطعيم. فكيف لاحظ هاي الملاحظة؟ لاحظ انه الناس بتشتغل مع الابقار في رعاية الابقار في الاجبان والاشياء هاي، تمام، ما طوروا اللي هو السمول بوكس، ولكن مرضوا مرض اخف منه، تمام، مش هيك سموه كاو بوكس. كاو معناها بقر يعني. فأخذ زي ال فهو كان ذكي صراحة، أخذ المادة الموجودة بحبوب على هاي من هذا الطفح الجلدي اللي ظهر عليهم، وهو بالأول بالأخير هو إيش؟ هو جدري، تمام، وحقنها داخل مين؟ ناس سليمين. فلاحظ إنه هذول الأشخاص اللي حقنهم بالكاو بوكس، تمام، ما انصابوا بالسمول بوكس، قسم بالأزداد. وبالتالي طور مصطلح اسمه vaccination. هسا الvaccination كلمة اسمها فاكا، وفاكا معناها كاو، يعني اسمين هيها كاو يعني معناها بقر أو بقرة، تمام، فهي أصل المصطلح من وين إجا بالضبط. طيب في عنا كذلك مصطلحين بخصوا المناعة الأدابتيف. أدابتيف معناها المناعة المكتسبة، والمناعة السبيسيفيك اللي نحكي. هسا في اول مصطلح اسمه primary immune response وفي secondary immune response. طيب تمام، خليني اشرحها هون افضل. طيب هسا نفترض انه هذا الانتيجين، هذا باللون اخضر هو الانتيجين، اصفر تمام ماشي. واي خلايا بجسمنا، نفرض انها خلايا مثلا عندها مستقبلات له، تمام، فتلاحظ انه في زي مثلث، في دائرة، وخلينا نرسم واحدة مربعة، تمام. فشو اللي بصير فعليا داخل الجسم؟ هسا بالفيرست اكسبوجر لما يتعرض هذا الجسم للانتيجين اول مرة يفوت هاي مثلث، تمام، فوين فكركم راح يرتبط؟ ما رح يرتبط هون، ما رح يرتبط هون، رح يرتبط أنسب إشي اللي رح يكون يرتبط مع هاي الخلية، تمام. أساي الخلية رح تبلش تتكاثر، تمام، لأنه أصلا هي في منها تقريبا يعني عدد قليل، فرح تبلش تزيد من عددها. فالجسم ذكي عارف إنه هي الخلية اللي بدي إياها، فيبلش يزيد من عددها، تمام. فرح تصير الخلية تزيد معها. خلينا نرجع اللون، أيوه، بلشت الخلايا تزداد من عددها، تمام.
ماشي. هسه فعليا بعد ذلك الخلايا راح تتحول لإفكتور سيل، يعني خلايا خلينا نحكي هي إفكتور سيل، يعني خلايا فعالة. عشان يكون مثال واضح بالنسبة لكم، لو افترضنا من البداية انه هاي خلايا بي سيل، نعرف انه في المناعة مكونة المناعة المكتسبة تي سيل وبي سيل. خلينا ناخذ مثال على البي سيل. فخلايا بي سيل موجودة طبيعيا اذا حسب الكلونز، تمام، موجودة كل كلون عليه مستقبل، يعني هيك موجود بشكل عشوائي. فلما يجي الانتيجين بفوت هاي زي ما شفنا، نقى افضل ريسبتور ركب معه، تمام، الجسم بلش يعمل بروليفريشن لهاي الخلية نفسها، هيها اللي راح نسميها احط بجنبها، صح. فهاي راح بي سيل كمان، وهاي بي سيل، وهاي بي سيل، وكلهم خلايا بي، تمام، لسه ما صاروا افكتر سيل. الافكتر سيل من البي سيل هي بلازما سيل، فتلاحظ انه البي راح تتحول لبلازما، هي بلازما، وهاي كمان بلازما، والى اخره. او خليني اكمل، هاي كمان بلازما، هاي كمان بلازما، الى اخره، تمام، جميل. هسه هاي خلايا بلازما سيل راح تبلش تفرز انتي بودي اللي هي اجسام مضاده، تمام، تفرز اجسام مضاده. طيب تمام، هاي الجسم مضاد شكله زي حرف الواي هيك، كله راح يبلش يفرز اجسام مضاده بشكل كميات كبيره، فيرتفع تركيزها بالدم. فهاي الاجسام المضاده راح تروح على هذا الانتيجين اللي كان عندنا هون، زي مثال هون، وترتبط معه، تمام، هي ربطت معه، كونت شيء اسمه اميون كومبلكس، تمام. الاميون كومبلكس معناته ايوه الاميون كومبلكس معناته ارتباط الانتيجين مع الانتيبادي، تمام، وخلص فعلا يعني خلصنا من هذا الانتيجين. طيب جميل جدا، جميل جدا، ولكن الجسم زي ما حكيت ذكي، ما راح يخليها هيك. يعني هسا هاي الخلايا زياده، خلص تمام، انا خلصت من الانتيجين، ما في داعي لها صراحه. فراح يبلش الجسم يعمل ابوبتوسيس، او خلينا نحكي يعمل قتل لهاي الخلايا بطريقه محترمه، خلينا نحكي هيك مصطلح محترم، ولكن راح يحافظ على تركيز خلايا اعلى من الاول، لاحظ كيف؟ فما راح اقتلهم كامله، راح اخلي له شويه خلايا احتياط في حال انه تعرض لهذا الانتيجين او هذا مولد ضد مره ثانيه. انت من زمن غدار مش عارفين ايش راح يصير، تمام. ففعليا نفترض انه خلى خليتين، تمام، فهي تمام، فنرجع للوضع الطبيعي نورمال، انه عندنا هاي الخلايا الخلايا هم شو هم، هي واحده بلازما سيل، وهي كمان خلى خليتين زي ما شفنا. طيب تمام، لنفترض انه اجى الانتيجين مره ثانيه ديفوت نفسه، تمام، نفس الانتيجين، ها، مهم جدا تعرف ذا سيم، هنحكي ذا سيم انتيجين، نفس الانتيجين بده يفوت على الجسم مره ثانيه، ولكن الجسم صحي له هاي المره، لاحظ كيف؟ اول مره لما فات الجسم اول شيء ما كان عنده غير خليه واحده مناسبه له، نفترض انه خليه واحده، تمام، وصار لها بعدين اكتيفيشن، بعدين صارها تحولت وتحورت اللي هي ديفرنشيشن لبلازما سيل، فاخذ من وقت. ولكن بالمره الثانيه لاحظ انه خلايا بلازما سيل جاهزه ومخصصه ضد هذا، يعني هي تفرز نورم، تفرز اللي هذا الانتي بادي الخاص بها، انتي بادي اللي راح يهاجم مين؟ اللي راح يهاجم هذا. فمجرد ما يدخل والجسم يتعرف عليه راح يبلش من جديد، يبلش يعمل بروليفريشن وتكاثر هاي الخلايا، فراح تزيد عددها اكثر واكثر. البلازما سيل هاي راح يزيد بشكل كثير كبير، تمام. طيب مو قبل شوي زاد عددها، وين المشكله اذا؟ هسا في فكره انه بالمره الثانيه لاحظ كان عندي خليتين اول شيء، وثاني شيء كانت خليه جاهزه انها تشتغل، فلاحظ انه سترونجر اميون ريسبونس وفاستر اسرع، فنحكي انه سترونجر اميون ريسبونس اند فاستر اسرع، يعني اميون ريسبونس، فهو كان اقوى وكان اسرع. طيب تمام، ومن هون جت فكره الفاكسينيشن، يعني علميا فكره الفاكسينيشن اجت من هاي الشيء، فاكسينيشن. هسه فعليا انت لما تاخذ لقاح ضد هيو هذا فيروس معين، مثلا نحكي هذا الفيروس الشرير اللي عليه
مجموعه ريسبتورز او عليهم مجموعه ديتيرمينانت اللي هنا الانتيجن، عليهم مجموعه انتيجن تمام. طيب تمام، شو اللي بصير بالمختبر بغض النظر شو هذا الفيروس، نحكي كوفيد 19 نحكي اي شيء غيره يعني تمام. هسه لنفترض انه هذا فيروس، هذا فيروس تمام، انتشر بمنطقه معينه وبدنا نخلص منه. جميل جدا. راح يجي علماء شو بسووا، يجيبوا جزء من هذا الانتيجين ويدخلوه، طبعا جزء يكون ضعيف يعني حيث انه ما بسبب لك المرض ولكن كافي انه يحفز جهاز المناعه، فبيدخلوا هذا الانتيجين اللون الاصفر هذا تمام هذا لمين يعني بطريقة يعالجوه معالجات كيميائية. المهم بحطوه بعلبة زي هيك وبحطوه كي أساس إنه لقاح. الجسم شو بيسوي أول ما يشوفه؟ طبعا هو مش عارف إنه هذا صراحة لقاح ولا حقيقة، فخلص نفس المبدأ نفس السيناريو اللي صار فوق، رح يعمل نفس الشيء، رح يكون خلايا إفكتور سيل له، رح يخبي شوي منها للمرة الجاي. فلما يجي الفيروس الحقيقي يدخل إلك سمح الله مثلا هيك، فيكون عنده ايش؟ يلاقي مناعة، يلاقي مناعة قادرة انها تقتلي لانها حتكون اقوى بالمرة الثانية، وهي فكرة الفاكسينيشن. طيب نرجع لموضوعنا الاصلي، فالبرايمري اميون ريسبونس هي the reaction of the immune system when it is contact an antigen for the first time. فاحنا بهمنا كلمة the first time، أول مرة هي primary immune response تمام. the secondary immune response نفس المبدأ ولكن when it's contact the antigen for the second and subsequent time، المرة الثانية الثالثة الرابعة، وكل مرة تلاحظ إنه الجسم راح يكون أقوى في التعامل معه تمام. neutralization هي المقصود فيها المعادلة. طيب كيف شلون النيوتراليزيشن؟ هسه احنا قلنا انه الجسم انتج انتيبودي، خلينا بنفس القصة، الجسم انتج انتيبودي تمام، ولنفترض خلينا نحكي انتيبودي ضد هذا الفيروس، فراح تكون شكلها مدحبرة زي هيك تمام. ففات هذا الفيروس عنا، نرسمه مرة ثانية طيب تمام. هسه الجسم عنده مناعة بس خلينا نغير لون انتيبادي، هذا الشيء عمله نفس اللون مش عارف تمام. فالجسم عنده انتيبادي قادرة انها تعمل نيوتراليزيشن لهذا الفيروس. طيب شو يعني نيوتراليزيشن؟ هسه بنعرف بيجي يربط وين؟ على هذه الانتيجين الموجودة على سطح هذا الفيروس. تمام. طيب شو استفدت انا لو اربط عليه؟ منع هذا الفيروس انه يربط بالنورمال سيل. فلو افترضنا هون في عنا ال ومن الخلايا تبتنا مثلا، تمام. هسه فعليا آلية ارتباط الفيروسات لكل معلومة يعني انه يكون على سطح الخلية تبعتنا زي ريسبتر، فمتخيلين انتو كيف؟ فهو منع الفيروس انه يربط هون، فما بقدر يربط لان هو اصلا الانتيجين اللي تبعته تمام رابطة مع الانتيبادي، فخلص رح يجي الجسم يخلص منه من خلال عملية الفاجوسيتوسيس ودمتم سالمين. وهي المقصود بالنيوتراليزيشن، هي المعادلة. طبعا في طرق أخرى لشغل الانتيبادي مش ذاكرينها بالمحاضرة هاي، رح نعرفها إن شاء الله بمادة المناعة على الفصل الصيفي تمام. هسه بعد ما أخذنا هاي المقدمة الحلوة عن الموضوع، في عندنا مجموعة بروبرتيز أوف ذا إميون سيستم، مجموعة خصائص لهذا الجهاز المناعة يعني تمام. أول خاصية هي دايفيرسيتي، فهو عنده القدرة انه يهاجم برود سبيكترم باثوجين. شو يعني برود سبيكترم؟ معناته عدد كبير من من الباثوجين من الميكروبات. فلو افترضنا انه عنده استعداد يهاجم الفيروسات، عنده استعداد يهاجم البكتيريا، عنده استعداد يهاجم البروتوزوا، الباراسايت، الفانجاي، طبعا هالشيء اخذته انتم بمحاضرة المايكرو تمام. فهو عنده قدرة يهاجم اي باثوجين تمام. وفي معلومة حلوة، it's related to the genes، إذن هو مرتبط بالجين that the human inherits، يرثها. طبعا
طيب فبالتالي more gene diversity the stronger immune system will be. فكلما كان الشخص عنده أكثر جينات راح يكون عنده قدرة. نرجع لصورتنا هون، شايفين هالكلون من البي سيل راح يكون عنده القدرة إنه يكون كلونات أكثر وخلايا أكثر عليها ريسبترات مختلفة أكثر وأكثر وأكثر، فراح يكون جهاز مناعة كثير قوي. ومن هون جاءت الفكرة إنه لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم غربوا النكاح، هاي تفسيرها يعني علميا ومنطقيا. طيب فأول خاصية سهلة، ثاني خاصية هي السبيسيفيسيتي، فهو سبيسيفيك، فعنده القدرة إنه ينتج على سبيل المثال أنتي بوديز، أجسام مضادة خاصة لهذا الأنتيجين. تمام، الميموري شرحتها بالتفصيل كيف صارت، قلنا إنه لما ينتج إفكتور سيل يخبي منها شوية لوقت الحاجة، فثاني مرة سكندري ميون ريسبونس راح يكون كثير أقوى. طبعا خاصية السبيسيفيسيتي والميموري حاطها بلون أزرق، فهي الأدابتيف وهي الأدابتيف كمان. تمام، بسيطات إن شاء الله. رابع خاصية لهذا الجهاز المناعة يقول لك ريكوجنايز سيلف فروم نون سيلف. تمام، فكيف الخلايا اللي هي خلايا جهاز المناعة بإمكانها إنها تتعرف على يعني تميز هاي إنه هاي الخلية جسمنا ولا خلية من برا؟ راح أشرح الموضوع كمان هون. لنفترض إنه هاي خلايا بالجسم، مثلا خلايا سكن مثلا. تمام، هاي صف خلايا هون، خلايا نفسها أنا بالجسم على سطحها اللي هي ايش؟ انتيجين. حتى خلايانا عشان تفكروا مظبوط، حتى خلايانا الطبيعيه على سطحها انتيجين. تمام، نورمالي. تمام، ففعليا حسب نظريات الكلونز راح نشوفهم بعد شويه انه يتم تصنيع هذه الريسبترات وهذه الانتيبادي بطريقه عشوائيه. ماشي، يعني ممكن يطلع خليه عندها القدره انها تهاجم هاي زي ما شايفين، عندها نفس الريسبتور تبع مين؟ تبع خليتنا، هاي النورمال سيل يعني هاي خلايا السكن تبعتنا، هاي النواة هون مثلا. ماشي، وهاي خلايا مثلا ايش؟ خلينا نحكي سبتها تبعها مربع هيك انه راح يهاجم مثلا باثوجين، ما راح يهاجم خلايانا. تمام، ففي سبيسيفيك ميكانيزم داخل الجسم، يعني آليات معينة راح يعمل لهاي، حط لها تك هيك صح؟ وقولها تمام، اطلع للدم ووضعك تمام وراح تشتغل ان شاء الله، او روح للليمف نود يعني الغدد الليمفاويه. ولكن هاي راح اقولها ايه وين رايحه؟ ما انا لو تركتك، لو خليتك تطلعي، يعني هي اصلا وين يتم تاج الخلايا هاي؟ داخل البون مارو والثايموس. فانا لو خليتك تطلع الى برا الجسم يعني للدم والاشياء هاي والليمف نود، فراح انت راح تدمر الدنيا، راح تروح هاجم السكن يعني تهاجمي على اساس انه هو باثوجين، ولكن هو لا، ولكن احنا هذا ما راح يصير فعليا نورمالي، ما راح يصير لانه راح يصير لها ان اكتيفيشن، طرق معينه راح تعرفوها كمان في ماده المناعه. تمام، فاي مشكله بتصير في عمليات الان اكتيفيشن هاي اللي حكيت عنها، عمليات التثبيط لهي الخلايا، راح تؤدي الى شيء اسمه اوتو ايميون ديزيز، اوتو ايميون ديزيز. طيب تمام، اوتو ايميون ديزيز شو يعني؟ اوتو ايميون ديزيز ما حكينا. فلنفترض جدلا انه خلاص دمسح، انا بحكي ما بدي اعملها انكتيفيشن، صار في مشكله بعمليات التثبيط، فراح فعليا راح تروح تهاجم خلايا السكن اللي عندنا، تهاجمها تخرب لي اياها. هذا مفهوم الاوتومين ديزيز بكل بساطه. جميل، نرجع لموضوعنا مره ثانيه حكيناها. فاني بروبلم اوف ذيس بروبرتي ويل تو ذا اوتومين ديزيز. حلو، خامس خاصية هي production of effector cell. تمام، فاحنا قلنا اول شيء تكون خلايا يعني كلونز خامدة، بعدين تصير لها تتعرف على الانتيجين، بعدين راح يصير لها differentiation، تصير effector cell هي خلايا فعالة قادرة انها تنتج يعني تكون وظيفتها. فلنفترض بالنسبة لبي سيل احنا قلنا في عندنا بلازما سيل هي الاكتيف فورم واللي هي الافكتور سيل، وبالنسبة لل ايها producing antibodies، وبالنسبة للماكروفيج راح الخلايا الأكولة راح تصير active وعندها قدرة تعمل engulf
يعني توك يعني تأكل منها eating، هاي منها انقل eating invading pathogen، راح يكون عندها تصير فعالة تسمى الجاينت سيل، مكتوبة ان شاء الله تحت راح نشوفها، راح تصير تحول من ماكروفيج بشكل خامد لشكل فعال، وعندها قدرة تكون يعني نهمة اكثر في ابتلاع هاي الاشياء. تمام، ولكن ان شاء الله نكون كملنا اول فرع هو بروبرتيز اوف ذا ميون سيستم. طيب تمام، نحكي عن النظريات اللي حطوها العلماء حتى يفسروا او نحاول نفهم شو اللي بصير داخل الجسم، يعني شو يعني شو اللي بصير بالضبط. تمام، ففي اول نظريه انستراكشنال ثيوري، نظريه التوجيه يعني انه او التعليم حسب احكيها، وثاني نظريه ذا كلونال سيلكشن ثيوري. تمام، يفضل اني اشرح هون. تمام، هاي اول نظريه هون ذا انستراكشنال ثيوري، وهي نظريه الكلونال سيلكشن ثيوري، نحكي عنهم إن شاء الله بالتفصيل. فالنظرية الأولى بتحكي إنه لما يفوت هذا الأنتيجين، أنتيجين فات على الجسم، وهي خلايا زي ما حكينا قبل شوي، عندها القدرة، لا ما كان متكون هيك، راح يروح يتفاعل مع هاي الخلية. لاحظوا إنه ما عندها ريسبتر لسه، ما عندها، تمام، مش هيك مساحته، ما عندها ريسبتر، افترض إنها بيسل، ماشي، يتفاعل معها بطريقة معينة مش معروفة، يعني هو مجرد نظرية، وراح ينتج لي خلية عندها ريسبتر الآن قادر انه يرتبط فيه، بعدين راح يصير بلازما سيل، بعدين راح هي ينتج انتي بادي كثيرة، يعني بالاخير ها نحكي انتاج كميات كبيرة من الانتي بادي، بالضبط تركب على مين؟ على هذا الانتيجين. تمام، طب والله يا عمي انه هذا الزلمة حكي صح، يعني طب وين المشكلة؟ خلينا نشوف وين المشكلة. المشكلة بالاوتو ايميون ديزيز، ما قدر يفسر لي اياها، لانه احنا احنا قلنا الانتيجين تبع الجسم منه فيه، ما بيجيني من برا. طيب يعني يا عمي مدام انت تحكي انه في نظريه انه الانتيجين هو اللي يوجه الانتي بادي حتى يتكون على سبيل المثال، فكيف تكون انتي بادي ضد خلايا اي نفسي؟ مش مضبوط، يعني في شيء غلط. النظريه الثانيه قالت لك لا، قالت لك تكون الانتي بادي هاي، خلاص مثلا ناخذ الانتي بادي كمثال لانها سهله، هي عمليه راندوم، هي راندوملي، راندوم بروسيس، وما لها اي علاقه بالانتيجين. طيب كيف؟ قال لك اوكي تمام، بالجسم راح يتكون مثلا خلايا شكلها مثلث، خلايا شكلها دائري، خلايا شكلها مربع الى اخره، والخلايا اللي تكون تربط مع ال مع نورمال سيل زي ما شفنا الدائري راح يصير لها inactivation، خلص خلصنا منها. وإذا صار مشكلة بالinactivation يسوي الأوتوميون ديزيز، وفعليا هم قدروا يفسروا الأوتوميون ديزيز أمراض مناعة ذاتية، وقدروا يفسروا إنه كيف الجسم إيش بيستجيب للباثوجين. ففعليا هذا لما يجي عندك مربع أوكي راح يربط فيه، لما يجي مثلث راح يربط فيه كمان، ففسروا الموضوع بكل بساطة، وفعلا هي النظريه الثانيه هي اللي انقبلت. فانا بنخص الموضوع هون، اقول لك ذا انتيجين، نظريه اولى ذا انتيجين بلاي ا سنترال رول، دور مركزي تمام، ان ديتيرمايننج ذا انتي بادي سبيسيفيتي، فالانتيجين هو اللي بيحدد، وكان الانتيجين هو اللي بيعلم الخليه كيف تصنع ريسبتر له، يعني فصله تفصيل على قده. طيب ما حكينا انه هاي نجحت في الباثوجينيسيتي، ولكن فشلت في موضوع الاوتوميون ديزيز، يعني كيف ده كون اوتوميون ديزيز مدام الانتيجين يجي من برا وهو كون ريسبتر له، ما خلايانا عندها انتيجين نورمالي موجوده، سيلف انتيجين تسمى، طب يعني كيف ما واجهت الخلايا بيسل؟ ففشلت نت ابروفد. والنظريه الثانيه نجحت في مجال الاوتوميونيتي، ونجحت في مجال الباثوجينسيتي، وحكت انه تكون الانتي بادي على سبيل المثال اندبندنت، عمليه راندوملي معتمدة independent أو غير معتمدة مستقلة of the antigenic universe، ما إلها علاقة بعالم الانتيجينز. انتقل هون لخصت لكم الهيستوري في the immunology، هذول علماء تنخين صراحة، بس الله يعينكم. هاي إدوارد جينر حكينا عنه كيف طور مصطلح الفاكسينيشن، هو الفادر of the immunology، هاي مهم جدا تكون عارفينها. هاي لويس باستور، هذول العلماء كلهم، هاي كارل لانتينر اللي هو ذا فادر اوف ذا بلاد ترانسفيوجن، نقل الدم، وخلاص اتسلوا فيهم، دبروا حالكم فيهم. تمام، يعني ما فيهم شرح كثير. طيب هسا في برانشز
يعني شو انواع جهاز المناعه؟ اما يكون ادابتيف، اما يكون انيت. طيب شلون ادابتيف وشلون انيت؟ هسه بنعرف كامل ايش كل شيء نحن نعرفه. الانيت وهي مناعه فطريه، تسمى اصلا انيت معناها فطري او طبيعي منذ الولاده. الادابتيف هي مناعه مكتسبه، تمام. طيب definition the natural one that we are born with، يعني المناعة اللي احنا نولد معها، والادابتيف راح تكون هي the one that we get later، الاشي اللي نكتسبه بعد ما نولد. ففعليا الولد او الطفل الجنين بطن امه يكون معتمد على النيت اميونيتي وعلى المناعة الجيدة من بطن امه. ففعليا امه راح تعطيه شوية مناعة، راح تعرف الموضوع اكثر في مساق المناعه، ولكن ما راح تكون ادابتيف ايميون سيستم عنده قوي، راح يكون لساته ضعيف. مشان هيك راح تلاحظوا باخر المحاضره انه احنا كاتبين انه اكثر الانفكشن ديزيز امراض المعديه راح تصير في اول سنه من العمر، فاربطوا الامور ببعضها. صراحه يعني انا قاعد اخذ وقت كثير على الموضوع عشان نطلع فاهمينه ان شاء الله كويس. الميموري ما عندها اي ميموري سيل نهائيا، ما عندها هاي الميكانيزم اللي شرحتها بداية المحاضرة، مش موجودة عند النيات. النيات معتمدة على مجموعة صفات موجودة داخل مين؟ على سطح مثلا الباثوجين. على سبيل المثال هاي بكتيريا، تمام. لو افترضنا انها خلية بكتيريا، على سطحها في شيء اسمه يعني زي هيك زي لايبو بوليساكرايد، اسمه لايبو بوليساكرايد، مثال يعني بس تحفظوش نهائيا، تمام. وفي عندنا مثلا خلايا من خلايا الانيتوميتين ناتشر كيلر سيل اللي هي خلايا قاتلة طبيعية. على سبيل المثال عندها القدرة طريقة معينة انها تتعرف على هذا الاشي اللي هو الموجود على سطحها، تمام. وبالمناسبة هذول الاشياء بسموه باترن ريكوجنيشن مولكيول، باترن ريكوجنيشن مولكيول. موجودات عندكم جدول من الجداول بس ما اتوقع انهم مشروحات، تمام. وخلايانا الطبيعية النورمال سيل، هاي خلية نورمال مثلا، هي نورمال ما عندها هاي الاشياء فمش موجودة، عشان هيك الناتشورال سيل ما راح تهاجمنا، ولكن راح تهاجم هذا الاشي الغريب زي البكتيريا وما عندها اي ذاكرة. السبيسيفيستي ما عندها اي سبيسيفيستي برضو نفس السبب. فتلاحظ انه انواع كتير، مثلا هاي بكتيريا سمي ليها واحد مثلا، على سبيل المثال هي انواع البكتيريا مش بس هو اللي متخيلينها، وهاي سمي ليها اثنين، تمام. الثنتين عليهم يسيدوا هاي الثلاث كمان، فجقنا الموضوع احنا مش مشكلة، بس بدي امسح هذول بس. فهاي خلية واحدة وهاي خلية غير اللون، هاي الخلية الاولى والخلية الثانية والخلية الثالثة كلهم عليهم اللايبوبوليسكرايد، تمام. فعندها القدرة انها تميز انه هذا بكتيريا، ولكن ما عندها قدرة تميز انه شو نوعه. انا مش عارف انه هو واحد هو اثنين هو ثلاث، ففي منه شلون سبيسيفيستي. طيب تمام. بالنسبة للسرعة هي راح تكون كويك ريسبونس، وبرضه لنفس السبب راح نحكي ليش، لانه هي يعني هاي دائما موجودة على سطحها، خلية الناتشورال كيلر سيل دائما عندها هذا الريسبتر اللي راح يرتبط باللايبوبوليسكرايد على سبيل المثال، دائما موجود يعني، تمام. فما راح تحتاج اني اكون فيكتور سيل واصير تكاثر وبروليفريشن والاشياء هاي الصعبه، راح تاخذ منه وقت. بينما السبيد في حاله الادابتيف ايميون سيستم راح تكون سلو، فهي مهم تكون عارفين، راح تكون بطيئه ابطا بكثير من الانيت. بالنسبة للميموري راح تكون موجودة، بالنسبة للسبيسيفيستي راح تكون سبيسيفيك، مشان هيك يعني أخذت وقت كثير حتى تكون هذا السبيسيفيك مولكيول لهذه الانتيجين. طيب شو مكوناتها؟ مكوناتها هون بسيطة، اللي هم السكن، الميوكس ميمبرين، الفيرست لاين يعني الخط الأول، اللي هم الجلد والأغشية المحاطية، تمام. وأيضا تسمى الفيزيكال بارير، حواجز فيزيائية. بالمناسبة في شيء اسمه كيميكال باريرز من خلال السويت والعرق والاشياء هاي. ومثلا في الاستومك في عنا ايش؟ في عنا اسيد. قديش البيرس تبعته؟ حوالي 2.
فتلقائيا راح يمنع نمو الباثوجين هناك. تمام؟ عشان هيك سمت النيت طرية مش تعبان فيها شيء نهائيا انت جتك هيك لحالها. المكون الثاني هو الفاجوسيتيك وايت بلاد سيل، خلايا اكولة. شو هنا؟ النيتروفيلز والماكروفيجز، وراح نحكي عنهم بالتفصيل تحت، ما راح اضيع وقت هون. ولكن النيتروفيل والماكروفيجز عرفوه منهم خلايا ايش؟ من الفاجوسايت. طيب نكمل الكومبوننت عنهم. المكون الثالث هو الناتشورال كيلر سيل، برضه راح نحكي عن هاي الخلايا القاتله الطبيعيه. الكومبلمنت سيستم، الله الكومبلمنت سيستم. الكومبلمنت سيستم سمي كومبلمنت، كومبلمنت معناها متمم، اي مكمل لعمل الانتيبادي. فهو اذا مذكرين فوق شو قلنا، بدي ارجع، شايف كيف هذكركم كل شيء ان شاء الله. بدي ارجع لهذا الفيروس الشرير. احنا قلنا انه هذه الانتيبادي اللي كونهم الجسم قدرت تحارب هاي الانتيبادي، حاربت مين؟ الفيروس، من خلال انها ربطت عليه. تمام؟ طيب، طب انا كفاجوسايت خلية اكولة، يعني هاي خلية مثلا، هاي خلية كثير كبيرة هيك، هي فاجوسايت، خلينا نفترض انها ماكروفيج هون، ماكرو فيج او ناتشورال كيلر سيل بدكم اياه، كيف راح يعني تاكل هذا الفيروس؟ احنا قلنا تمام الاكل تخلص منه. طيب تمام، فعشان تسهل هاي العمليه في المركبات اللي هي الكومبلمنت سيستم، هي درسوها، تيجي على ذيل الانتيبادي من هون وتربطه مع مين؟ زي ما شايفين، مع مين؟ مع الماكروفيج. فهي تيجي هون وبتحط هون، فالماكروفيج سهل تشوف هاي العلامات، سهل جدا تشوفها، يعني في آلية معينة كمان أعقد من هيك، بس هي سهل جدا تشوف هاي الكومبلمنت سيستم كومبوننت، أسهل منها تشوف لحاله. فإذا إذا عشان هيك إذا كان في مشكلة بالكومبلمنت سيستم، راح المناعة راح تضعف شوية، وراح يصير شخص اميونو كومبرومايز. تمام؟ فراح تكمل عمل ايش؟ الانتيبادي، تخلي الخلايا الأكولة انها تاكل هذا المسبب. لها وظائف كثير اكثر من هيك، بس هاي كمثال يعني. طيب الانترفيرونز، الانترفيرونز صراحة هما الفا وبيتا وجاما. انترفيرونز ايضا تسمى انتي فايرال، انتي فايرال بروتين، فهي بروتينات ينتجها الجسم حتى يدافع عن نفسه. كيف؟ فهاي خلايا الجسم. تمام، هاي الخلية راح نحكي انها انصابت بفيروس معين، فهاي الخلية راح تبلش تفرز انترفيرونات او انترفيرونز، الخلايا بجنبها تمنحها تقولها والله انه انا انصبت بفيروس ودير بالك حصني حالك، طريقة معينة راح تحصل على هاي الخلية وما راح تنصاب بهذا الفيروس، فهي راح تمنع الريبليكيشن تبع الفيروس. مشان هيك تسمى هيها، هي زي ما قلنا الفا وبيتا وجاما، بروفايد بروتكشن، حماية اجينست فيروسز، ومهم جدا تعرفوا انها انتي فايرال بروتين. طيب انفلاميتري ميدياترز، هاي العلاقة بالانفلاميشن والالتهاب، برضو راح تفرز انفلاميتري ميدياترز، عوامل بتحفز الالتهاب، ما عليكم هنا سوريا حسن. طيب نرجع للكومبوننت حكينا عنهم تبت مين؟ تبت الادابتف ايميون سيستم. حكينا عن الكومبوننت تبت الانيات، نحكي تبت الادابتف. فعليا حط ببالك دائما وابدا وعندك تي وبي لمفوسايت، هو دول الشكل الاساسي تكون عارفه، فعنا تي اند بي لمفوسايت، والباقي كله مكملات. هاي الاشياء رح نحكي عنها يعني مش اساسيه، انها تميز انه هذا ادابتف، اللي يميز انه هذا ادابتف اللي هي تي وبي لمفوسايت او مكوناته. رح نعرف عنهم اكثر ان شاء الله تحت التي وبي لمفوسايت. السيتوكاينز، السيتوكاينز هي مواد كيميائية، سايتو بالنسبة معناها سل، وكاينز من كاينتك، فحركة معناها، فهي زي الرسائل بين الخلايا، بين خلايا المناعة، ولا تختص فقط بالادابتف، انما تختص بالانيات والادابتف، ولكن انتو بالمحاضرة شفتها محطوطة بالادابتف فحطيتها هون، يعني هي بالاثنين. طيب الانتيجين، الانتيجين اتوقع انه شرحناها بما فيه الكفايه. الانتيجين هي الانتيجين زي هيك، هذا الانتيجين، هذا هو انتيجين، هذا هو انتيجين.
انا تدريب فعليا على سطحه في شيء اسمه اي بي توب، راح افرجك اياه في الصوره بعد شوي. هسه الانتيجين ريكوجنيشن مولكيول هو الاشي اللي يربط بهذا الانتيجين. فلو رجعنا لمثالنا هون، فشو اللي ربط بهذا الانتيجين؟ انتيبادي، صح؟ فتلاحظ انتيبادي هو انتيجين ريكوجنيشن مولكيول. انتيجين معناها انتيجين، ريكوجنيشن ايش يتعرف على الانتيجين، هيك معناها اصلا. يعني بدها الشرح. طيب الايبيتوب راح نحكي عنها، تخافوش. الميجر هيستوكومباتيبلتي مولكيول راح نحكي عنه، تخافوش كمان. طيب هسا في عندك خاصيه بالادابتيف، هي موديفيكيشن اوف ذا سيلف انتيجين اند ديليشن اور ان اكتيفيشن اوف ذا سيلف ريسبترز. برضه الموضوع صراحته هون انه لما قلنا اذا مذكرين هاي الخليه راح تنتج راندوملي بشكل يعني بشكل عشوائي، ممكن انها تحاول تربط بخلايانا الطبيعيه، تمام؟ فالجسم راح يعملها ان اكتيفيشن. هاي المقصود في هاي الجمله، حكينا هذا الموضوع. طيب مجموعه نوتس ملاحظات. هسا تتاثر هذه المناعه الادابتيف من خلال جينيتك دايفرسيتي، مهمه جدا جينيتك دايفرسيتي فيها. طبعا يورث الشخص من ابويه، و number of the somatic mutations that will result in much more diversity of the immune receptors. برضو راح يصير somatic mutation داخل الشخص نفسه، تمام؟ فهو ما بيورثها، لا هو يورث مجموعة جينات، وهي الجينات راح يصير فيها mutation، والميوتيشن راح تكون مفيدة مش ضارة، لا راح تكون مفيدة، راح تكون لي diversity يعني اختلافات أكثر في هذا الريسبتر. راح كل ما أعمل mutation راح يطلع عندك ريسبترات أكثر وأكثر، وهذا شيء كثير كويس. طيب نبدا ان شاء الله نحكي عن الانيت اميون سيستم. طيب حكينا احنا عنه معلومات فوق كويسه، يعني حكينا شو مكوناته، حكينا كل شيء عنه، ولكن بدنا شو السؤال، بدنا نحكي عن الخلايا تبعته. هسه اول خليه راح تكون معنا هي النيوتروفيلز. نيوتروفيلز سميت النيوترو، متعادل معناها ترى نيوترو، فيلز تحب التعادل، يعني كيف تحب التعادل. طيب متذكرين صبغة ال H and E stain هيماتوكسلين and إيوسين اللي أخذتوها محاضرة الهستو بالمد، مش عارف أي محاضرة بس أخذتوها. فهاي الصبغات هاي الزرقاء وهاي الزهرية كان بينها راح تيجي تعمل ستيننج، تلون النسيج. فلاحظوا إنه هاي الخلية ما بتأخذ أي لون، عشان يسموها نيوتروفيلز، فهي متعادلة. وهاي ايزينوفيلز، ايزينو معناها من ايوسين، بتحب اللون الاحمر فراح تصير لونها احمر. وفي واحدة ثالثة اسمها بيزوفيلز، مش حاطينها هون كأنه، بصير لونها ازرق. هسا النيوتروفيل هاي، طيب سيلز مجموعة ديسكريبشن ووصف عنها، سيلز اوف سيجمنتد نيوكلياي، فالنواة تبعتها راح تكون مقسمة. لو افترضنا انه هاي هي الخلية، فالنواة ما راح تكون نورمالي زي ما انتم بتعرفوها هيك انه هاي النواة والله وخلاص، لا راح تكون نواة هيك هيك هيك. ايضا تسمى بولي مورفو نيوكليير سيل، تمام؟ وهاي عدد السيجمنت راح يكون ثلاث، يوجوالي 3 سيجمنت. وشورت هالف لايف لها حوالي 24 ساعة، و effective in killing bacteria. طيب فبالتالي اذا يعني هاي معلومة لكم، اذا عملت فحص لخلايا الدم ولاحظت ارتفاع في عدد النيوتروفيلز مباشرة، تحكي انه هذا الزلمة عنده bacterial infection، مش فيروس، مش viral infection، هي bacterial infection، لانه النيوتروفيلز هي متخصصة في هذا الاشي. طيب تمام. الايجينوفيلز هي appear in worm. شو worm؟ هي ديدان معناها worm infection or hypersensitivity reaction أو تفاعلات فرط الحساسية، تمام؟ لأنها تفرز الهستامين وأشياء زي هيك. effective in killing parasites، وبالمناسبة الباراسايت تشمل الديدان، فهذول معلومات مترابطات مع بعضهم البعض. الباراسايت معناها الطفيليات، ومن ضمنها الورمز والبروتوزوا والطلاعيات كمان. طيب وزي ما حكينا انها ستين بينك،
في صبغة الهيماتوكسيلين اند ايوسين ستيننج، فمعلومة جدا بسيطة. وبرضه الى سيجمنتد نيوكليوس راح تكون مكونة من 2 سيجمنت مش 3، فالنيوتروفيلز كانت 3 سيجمنت راح تكون 2 سيجمنت. هاي معلومات مهمة بالهيستولوجي، حلو تعرفوها. الماست سيل التوجيه كان اسمها الخلايا السرية، ترى مش عارف شو الاسم هذا بس مش مشكلة خلاص. هي مسؤولة عن انتاج الهستامين تمام and other inflammatory mediators مش حاطينهم، ومسؤولة عن التايب 1 هايبر سنسيتيفتي. التايب 1 هايبر سنسيتيفتي المقصود فيه الالرجي، الالرجي الحساسية اللي درسناها في التوجيه زي ما هي، تاج اي جي اي وهستامين مش عارف ايش هاي الاشياء، وراح تاخذوها تخافوش. فلازم تعرفوا انه هي لها علاقة بالهايبر سنسيتيفتي رياكشن نمبر 1 تايب 1، وهي تنتج الهستامين. طيب الناتشورال كيلر سيل الخلايا القاتلة الطبيعية، اتس لوك لايك الليمفوسايت، تشبه الليمفوسايت. طيب شو هم الليمفوسايت بالاول؟ تحكي تشبه الليمفوسايت، شو هم الليمفوسايت؟ الليمفوسايت هم ثلاثة، الليمفوسايت هم ثلاثة، هم بي اند تي اند ناتشورال كيلر سيل. فالبي سيل اند تي سيلز كلاهما ادابتيف زي ما شفنا فوق، وناتشورال كيلر سيل راح تكون مكونات الانيت. طيب تمام. طيب ليش العلماء ما حطوها مع ادابتيف يا عمي؟ شو المشكله؟ قال لك الناتشورال كيلر سيل نات سبيسيفيك، تمام هي تشبههم ولكنها نات سبيسيفيك، فهي is not مش لينفوسايت. it isn't a phagocytic cell عفوا. فأقول لك هي خلية ما بتعمل phagocytosis natural killer cell but it rather kills the viral infected cells and tumor cell. طيب فكيف تقتلهم؟ طريقة معينة بتعمل زي الشبكة من النواة تبعتها، وبتفرز مجموعة مواد زي المهم مواد راح تقتل هذا الباثوجين وراح تموت مباشرة بعد ما تقتله تمام. فمهم جدا تعرف انها مش خلية فاجوسيتوسيس. احنا قلنا الفاجوسيتوتكس اللي عندنا اللي هما الماكروفيجز والنيوتروفيل. طيب نرجع الماكروفيجز، ها سبحان الله. طيب عندك روبيبان، اجت الماكروفيج، شو الماكروفيج؟ يقول لك اي بي سي. طيب الله شو الاي بي سي؟ هاي انتيجين presenting cell، هاي اختصارها. فهي خلية تقوم في إشهار هذا مولد الضد لخلايا T، تسمى خلايا مشهرة أو خلايا تقوم بتمسك الأنتيجين وترجيه لخلايا T. بالمناسبة خلايا T وخلايا B، خلايا T عمية ما بتقدر تشوف الأنتيجين نهائيا، لو حطوا قدامها 10 سنين بتشوفوش، بينما خلايا بي لا بتشوفوا زي ما شفنا فوق انها زيها. اول مثال انها قدرت على السريع ترتبط فيه او على السريع ربطت فيه، بينما لو كان خلايا تي هون انها خلايا تي فما بتقدر، ما راح تشوفه. لازم اول شيء يمر على خلية الماكروفيج هاي تبلعه هذا وتفتته جوا وتطلع زي اجزاء منه، اجزاء بسيطة، وتقعدها على إشي اسمه الأمرسي. ما قلت لكم راح كان الأمرسي، هاي الأمرسي هون راح تقعدها على كرسي اسمه MRC كلاس 2، راح تقعد عليه هذه الأنتيجين. أصلا شو الأنتيجين؟ الأنتيجين عبارة عن بروتين تمام. فراح تكسروا هاي الماكروفيج وطلع شوية أمينو أسيد منه مهمة تمام. خلنا نحكي هسه تقدر تربط فيها تيسل، هسه تيسل أو تكيف تقدر تربط تصير إيش سعيدة. فمشان هيك اسمها انتيجين بريزنتنج سيل، وراح نحكي عن الموضوع اكثر تحت. اتس ايد ان فاجوسايتوسيس اند بكتيريوسايدل، راح تقدر تاكل البكتيريا وتقتلها تمام. والماكروفاجز زي ما حكينا فوق ار اكتيفيتد ذي ار كولد جاينت سيل، فلما يصير لهم اكتيفيشن تحول لافكتور سيل تسمى بالجاينت سيل.
نحكي شوي عن الفاجوسيتوسيس. طبعا يا شباب، هاي المواضيع ما كانت محطوطة بالمحاضرة زي هيك، انا حاولت ارتبها بشكل يمشي بالمنطق اكثر ويكون سهل انكم تفهموه. الحفظ صراحة سهل تحفظوه، ولكن الفهم هون هاي هدف المادة، انكم تحاولوا تفهموا قد ما تقدروا، مش هدف انك تروح تحفظ لي تمسك المحاضرة تلخص لاخة لا، انك تحاول تفهم قد ما تقدر. مش هيك، انا حاولت اصغر المعلومات هي كلها ضغطتها وقاعد احاول اشرح كلمه كلمه، تمام؟ ان شاء الله تستفيدوا. الفاجوسيتوسيس هي عمليه البلعمه. It's a process of engulfment. Engulfment معناها eating of microorganism then killing it. الله، طب كيف بدك تقتله؟ اي راح تقتله يا صديقي من خلال افراز مواد. هذه المواد على سبيل المثال H2O2، H2O2 والهيدروجين بيروكسيد، وهي مادة يعني حارقة خارقة متفجرة، راح تمسك الميكروب تقضي عليه بإشي اسمه الأكسيديشن بيرست رياكشن، تمام؟ هي عملية القتل تستخدمها هذه الفاجوسايت. طيب أعطيني أمثلة على الفاجوسايت عشان أكون أنا بالصورة. في عندك الفاجوسايت، عندك الماكروفيج، في عندك الدندرتكسل، هاي جديدة ما حكينا عنها فوق، في عندك النيوتروفيلز. بالمناسبة الدندرتكسل تشبه الماكروفيج ولكن لها زي الدندرايت، فتيجي زي النجمية، خلي هيك غريب عجيب هيك، لها زي الدندرايت زي الزوائد هيك صابع هيك. فهذول ثلاث خلايا هي الماكروفيج، خلايا كلها كبيرة، الدندرتكسل والنيوتروفيلز. طيب هسا النيوتروفيل هاي الخلايا المتعادلة die after phagocytosis but other don't. طيب فالنيوتروفيلز بعد ما تعمل فاجوسيتوسيس راح تموت، بينما الفاجوسايت ما راح تموت، دندرتكسل ما راح تموت. مشان قلنا لها شورت هاف لايف اذا متذكرين، فهي فعليا نورمالي على سبيل المثال انها كان عددها مثلا 200 خليه، هذا موجوده بشكل طبيعي واحلى منها ما فيه. لما يفوت عندك بكتيريا على الجسم راح تلاحظ ان عددها زاد مثلا ل 3000 رقم مثلا. فبعد ما تقتلها، ما احنا قلنا هاي كلها عملية النيت وراح ما راح تاخذ وقت كثير، فبغضون 24 ساعة راح ينزل عددها مرة ثانية يرجع زي ما كان. مش قلنا انها شورت هالف لايف، مش هيك تربطوها المعلومات مع بعض فوق، حكينا انها شورت هالف لايف لها. ولما تموت تكون اشي كثير مهم اسمه بس قيح، بس معناها القيح، والبس هو المقصود فيه هيك تعمل المعادلة براسك، مقصود فيه النيوتروفيلز، هاي النيوتروفيل زائد بكتيريا وزائد أشياء أخرى يعني بقايا خلوية تكسرت مع الحرب اللي صارت هناك. طيب في مصطلحين حلوات كثير، اسمه واحد اسمه النيوتروبينيا واسمه النيوتروفيليا. النيوتروبينيا معناها نقص عدد النيوتروفيلز، وبرأيكم هذا إشي كويس؟ طبعا لا، وهذا الشخص راح يكون عنده immunocompromised patient، لانه نقص صار عنده نقص في عدد خلايا النيوتروفيل. طيب النيوتروفيليا هل هذا شيء كويس؟ صراحة هو كويس مش كويس، لانه هذا الشخص عنده ايش؟ bacterial infection. فمو تفهم انه النيوتروفيليا انه تمام عدد النيوتروفيلز اعلى وضعه تمام، لا، نيوتروفيلز معناته انه زاد عدد النيوتروفيلز عن النورمال، ها زي ما شفنا من 200 ل 3000 مثلا، فالزياده مش طبيعيه. فشو اللي صار عندك يا صاحبنا؟ عنده بكتيريا انفكشن، اصابه بكتيريه. السيتوكاين حكينا عنها فوق، هي كيميكال سبستانسز، مواد كيميائيه ذات مديت ذا سيجنال، الاشارات بين الليمفويد سيلز تو شير سيجنال، يعني هي رسائل بين الخلايا وكثير كثير مهمه، هي الرسائل تفرزها خلايا من بعض البعض لتتعرف على بعضها تقوم بالوظائف. فكيف تلاحظ ان الماكروفيل تعطي اوامر للنيوتروفيل والنيوتروفيل تعطي اوامر للخلايا الاخرى، فخلطة كثير كبيرة بيناتهم. نيجي لموضوع اللي هو الادابتيف اميون سيستم، مش عارف طولنا شوي ولكن هينا مستعجل قد ما اقدر. طيب في عنا مصطلح اسمه الانتيجين. انتيجين، ما هو الانتيجين؟ هو substances that can induce an immune response، اي اشي
عنده القدرة إنه يعمل immune response سواء كان self antigen، ها كل ما أكون صريح، سواء كان self or non self برضو يسمى antigen، كاسم يسمى antigen. وعشان تميزهم إحنا قلنا في self antigen وفي non self antigen. في مصطلح كذلك اسمه الإبيتوب. طيب يا صديقي شو الإبيتوب؟ الإبيتوب شايف هاي القطعة اللي هون اللي قدرت تمسك مع الريسبتر، هذا هو الأنتيبادي اللي قدرت تمسك معه هاي الجزء منه اسمها إبيتوب. إبي معناها فوق وتوب، يعني زي القطعة جاية على رأسية الأنتيجين حتى تربط مع الريسبتر. Which is the most specific part of an antigen، أكثر جزء حساس وخاص ذات هذا الريسبتر either B or T cell on B or T cell. Antigen recognition molecule مثال عليها شايفين قدامكم، هذا antigen recognition molecule حكيتها قبل، تمام. هذا antibody عنده القدرة انه يتعرف على هاي الانتيجين فهو يسمى antigen recognition molecule. في غيره يا صديقي في غيره ال T cell receptor، هي T cell receptor وال B cell receptor، تمام، والامرتسي كلهم هذول antigen recognition molecule عندهم القدرة انهم يتعرفوا على انتيجين معين. بالمناسبة البي سي ريسبتر نفسه الانتيبادي، وبنفس وقت الخلية لما يصير لها اكتيفيشن حصير بلازما سيل وتنتج انتيبادي. ففي عندك شيء اسمه سولابل، يعني ذائب بالبلاد بالدم، انتيبادي. وفي عندك شيء اسمه ممبرينس، يعني على الممبرين نفسه يكون ريسبتر. فرح تسمع مصطلح اسمه اميونوغلوبولين نفسه الانتيبادي. كمان معلومة، immunoglobulin also known هي also known as antibodies، تسمى antibodies ما حكيت، or B cell receptor. جميل، جميل جدا. T cell originating bone marrow راح تنشأ داخل نخاع العظم، وبرضه B cell راح تنشأ داخل نخاع العظم. فهو المنشأ حط بالكم اللي هو البone marrow، البone marrow. وراح نحط هون اللي هي الليمف نود، وراح احط هون اللي هي ليش الثايموس. البولمر راح ينتج منه البي سيل انت سيل. بي سيل راح تكبر وتصير مرتبه وتصير يعني جاهزه، فراح تنتقل لمين؟ للليمف نود بشكل دايركت. التي سيل راح تطلع بشكل غير ناضج، هي منشاها من مين؟ مسقط راسها من البولمرو، ولكن راح تطلع بشكل غير ناضج للثايمس اللي هي غدة زاترية، وراح يصير لها نضوج هناك، بعدين راح تروح على الليمف نود. فبعدين راح تروح على الليمف نود. فتي سيل اورجينيت ان بولمرو بات جو تو ذا ثايمس جلاند اند ديفلوب تو ذا سايتوكسيك تي سيل اللي هي سي دي 8 بلس اور هيلبر تي سيل. زي ما نعرف خلايا تي سيل لما تكون هيلبر اور سايتوكسيك. طيب هسه شو قصة السي دي 8؟ هاي سي دي 8 بلس، سي دي 8 بلس للسيتوتوكسيك تي سيل بالمناسبة القاتلة، وسي دي 4 بلس بروتينات موجودة على سطح هاي الخلايا حتى نميزهم من بعضهم بعض، تمام. فمش مشكلة أبدا. فلما تسمع سي دي 8 بلس تقول تمام هاي سيتوتوكسيك تي سيل، لما تسمع سي دي 4 بلس تقول له هاي هيلبر تي سيل، تمام. طيب هسا في معلومة هون اللي هي types of the adaptive immunity. فاحنا قلنا في انواع للimmunity اللي هي adaptive والنيت، ولكن في كمان تصنيف انواع للadaptive. نفس adaptive فيها نوعين، اما تعتمد على البي سل خلايا بي البائية، او تعتمد على خلايا تي سل. اذا اعتمدت على الخلايا البائية راح تعطي لك humoral response اللي هي استجابة سائلة معتمدة على الانتيبادي، وسميت سائلة لانه الجسم راح يبلش ينتج انتيبادي وذائبة في الدم، وراح تهاجم الانتيجين هناك بشكل يسموها السائلة. والثانية اللي هي السايتوتوكسيك راح تكون معتمدة او سيل ميدييتد، يعني بالنسبة للسايتوكسيك تي سيل السيل ميدييتد راح تكون خلية تهاجم خلية، خلية راح تفرز زي المواد وتروح على الخلية المصابة او خلية الباثوجين وتقتلها. وهاي الفرق بيناتهم. هاي ما كانت مذكورة بالمحاضرة بس كمعلومة اضافة مني لكم. ففي عندك هيومورال اميونيتي، وفي عندنا شيء اسمه سيل ميدييتد اميونيتي. السيل ميدييتد
الميوتين من خلال اللي هي السيتوكسيك تي سيل، بينما الهيمورال استجابة السائلة، خلينا نحكي السائلة هاي، خلال الانتيبادي او البلازما سيل اللي راح تنتجها، عفوا الانتيبادي راح تنتجها مين؟ البلازما سيل اللي هي الاكتيفيتد بي سيل. اتوقع انكم صار عندكم خبرة بالموضوع انها بي سيل لما تصيرها تفعيل راح تصير بلازما سيل اسمها، تمام؟ فلطفا او رجاء ركزوا على هذا الموضوع، مش الامتحان كفهم موضوع، انه تعرف انه في الادابتيف استجابة، الجسم كان يستجيب جيشين، يعني عنده جيش معتمد على البي سيل وجيش معتمد على التي سيل، ممكن تكون الثنتين مع بعض، تكون هاي وهاي، او ممكن الثنتين مع بعض يشتغلوا. طب شو هم الليمفويد اورجان؟ في عندك برايمري ليمفويد اورجان، يسموهم برايمري اوليات او اساسيات، لان هون يتم انتاج الخلايا، بينما السكندري راح يتم انتاجهم تروح لمكان ثاني، اماكن تخزين يعني. فتلاحظ انه البرايمري هم البون مارو زي ما حكينا، والثايمس هون تم انتاج الخلايا وصارت جاهزة. بعد ما صارت جاهزة زي ما شفنا هي اذا متذكرين هون، راحت لمين؟ للليمف نود. فالليمف نود هو من السكندري ليمفويد اورجان، فهي عندنا الليمف نود، وفي عندنا السبلين والطحال، تمام، وفي عندنا الميوكوزا اسوسييتد ليمفويد تيشو. بالمناسبة هاي المالت هي نفسها ليمف نود ولكن بدون جدار، يعني هي اي عضو داخل الجسم تلاحظ انه او الميوكوسا يعني فيها زي ايش خلايا لمفاوية، هي البي اند تي سيل. بينما الليمف نود شو الميزة هنا؟ زي الكبسول ومنظمة ومرتبة وشفافة على الاخر زي ما بيحكوا. طيب في سؤال سألنا اياه، هاو داز ا بي سيل رياكت ان ريسبونس تو انتيجين؟ طيب تمام، فيفضل اني اشرحه على البورد هناك. طيب نفترض انه هذا هو الانتيجين، تمام، برا الجسم لسه ما فات، وهاي خلايا بي سيل، جيش مدرب جاهز موجود داخل الليمف نود، مدرب جاهز بس بده امر منك. نذكر مثالنا الأول وراح نطبق عليه إن شاء الله. هاي اسمها بي سيل، مجرد ما يفوت هذا الأنتيجين راح يرتبط، أفضل إشي له اللي هو هذا الشكل المثلثي، فمرحبطون. فالجسم هاي المرحلة مجرد ما ربطوا مع بعض، هاي المرحلة هون تسمى إيش اسمه؟ كوج نيتيف فيز أو مرحلة التعارف، خلينا نحكي. فتعرف والله انه هذا الانتيجين ركب مع الريسبتر المناسب له. طيب تمام، شو راح يصير بعدين؟ راح تلاحظ انه هاي الخليه راح تبلش يصيرها بروليفريشن، راح تبلش تتكاثر نفسها، راح تنقسم من خلال الميتوسيس اقسام متساويه وتنتج خليه طبق الاصل عنها، فراح يزيد عددها، تمام. ولما زاد عددها هون اسمه المرحلة، اسمها المرحلة الثانية اسمها activation phase، فتفعل جهاز المناعة، هاي قاعد يفعل بحاله، تمام. هسا لسه الخلايا مش جاهزة، بدها كمان تتحور وتتحول لبلازما سيل. احنا قلنا الاكتيف فورم هو بلازما سيل، فراح يصير بلازما سيل، راح يصير بلازما كمان، كل هذول الاربع يصيروا كل واحد فيهم بلازما، خلايا بلازمية. وهاي المرحلة الثالثة تسمى الإفكتور فيز، تمام. فنعيد الموضوع، دخل الأنتيجين تعرف على هذا الريسبتر وهذه الخلية، هاي كوجنيتيف تعرف، شباب تعرفوا بعض من بعض، بعدين صار في اكتيفيشن، الجسم فعل الجهاز المناعة وعمل بروليفريشن، تمام، نمو يعني، صار في جروث هاي الخلايا بشكل من خلال الميتوسيس طبعا. بعدين صار لها ديفرنشيشن، تمايز، هون تمايز الى بلازما سيل، وهذه المرحله تسمى الافكتور فيز، وهون عندها قدره تفرز انتي بادي زي ما حكينا بكميات كبيره من خلال هيومورال اميون ريسبونس، استجابه سائله اذا متذكرين، وتروح تهاجم ايش؟ الانتيجين الاول، هيو حرجع عليه سهم تهاجم الياه وتخلص منه. فهي ذا كوجنيتيف فيز، بي سيل ريكوجنايز ان انتيجين اند بايند تو ات.
مجرد انها تربط فيه كوجنيتيف فيز. المرحله الثانيه حصير هي اكتيفيشن فيز، فراح تشمل البروليفريشن وتشكل بي سيل وذ ماتشنج ريسبتور، راح تنتج بي سيل نفسها بشكل كبير. الفيكتور فيز تمام هي ايفنتشلي اخر شيء ذا بروليفريشن اوف ذا بي سيل والديفرنشيت تو ذا بلازما سيل، فهي الخلايا صارها بروليفريشن وكثرت راح تتحول لبلازما سيل من خلال الديفرنشيشن، which will secrete antibody، تفرز antibody that will neutralize the antigen، وحكينا شو neutralization وتخلص من هذا الانتيجين تمام. فان شاء الله موضوع البي سيل انها كيف تتفعل يكون بسيط المراحل الثلاث. طيب في كمان موضوع how b and t cell recognize the antigen، اتوقع اني شرحته ترى يعني جوه الشرح راح اعيده مره ثانيه. يقول لك بي سيل كان ريكوجنايز انتيجين باي ذيم سيلفز يوزينج ذير ريسبتور تمام. فبي سيل عندها القدره انها تتعرف على انتيجين دايركت، قلنا على سطحها في زي الريسبتور وتعرف على انتيجين دايركت، بينما تي سيل لا، تي سيل نيد ذا انتيجين تو بي بريزنتد، راح ينعرض على خليه ثانيه تو ذا سيرفيس اوف انذر سيل كولد انتيجين بريزنتينج سيلز تمام، على شيء اسمه ام ار سي تايب 2. مهم تعرف انه تايب 2 لانه في تايب 1 كمان مولكيول، فراح تكون هاي الخلايا اللي هي الانتيجين بريزنتنج سيل راح تمسك الانتيجين تعمل له فاجوسيتوسيس زي ماكروفاج تاكله تبهدل صحته وتطلع منه شويه امينو اسيد مهمه لهي الخليه قاعدهم على كرسي، هذا كرسي اسمه ام ار سي تمام. ذا انتيجين بريزنتنج سيل ار شو هن؟ دندريتك سيل والماكروفاجز ومتخيل كمان البي سيل، هاي مهمه. فدينتيتك سيل كانت عندها فاجوسيتوسيس، وهي كانت فاجوسيتوسيس. طب شو رايك البي سيل كانت تعمل فاجوسيتوسيس؟ لا ما كانت تعمل فاجوسيتوسيس. طب ليش تفرز الانتيجين؟ لانه اذا مذكر انه تي هيلبر في خليه اسمها تي هيلبر، طيب كيف التي هيلبر راح تساعد البي سيل؟ اذا ما كانت تي اصلا تقدر تشوف الانتيجين، فبي سيل راح تقولها تمام انا بمسك الانتيجين وبفرجك اياه وانت ساعديني، وراح تكون مناعه في اشتراك بين القسمين من المناعه خلال تي اند بي سيل. فبي سيل مهم جدا تعرف انها عندها قدره تعمل انتيجين برزنتيشن. طيب يجينا الموضوع كثير كثير حلو اللي هو اكتيف فيرسس باسيف ايميتي. في عندك مصطلح اسمه اكتيف ايميتي، في مصطلح اسمه باسيف ايميتي، وراح اشرحه هون كمان. طيب هسه اكتيف ايميتي وباسيف اميونيتي الى اخره تمام. في الاكتيف اميونيتي راح نعطي الشخص خلينا نحكي جرعه مصغره من هذا الباثوجين حيث انها ما بتسبب له اميون ما بتسبب له مرض، ولكن عندها القدره انها تسبب بتحفز جهاز المناعه تمام. نعطي مثلا ويكند مثلا فيروس، ويكند بكتيريا، اي شيء زي هيك زي ما شفنا بالمثال الفوقاني، راح ندخلها الجسم، جسمه خلايا نفسها راح تبلش تنتج انتي بادي. وفي المرة الثانية الحقيقية هاي خلينا نحكي هاي كنا نمزح مو مزح تمام، احنا اعطينا الفاكسين، لما يجي جد عن جد يصير الوضع يعني يفوت الباثوجين عن جد يعني اجا هذا الفيروس او هذا البكتيريا، راح يلاقي انه يواجهه انتي بادي جاهزة اورليدي، فراح تروح تهجم عليه تقضي عليه بسهولة تمام. هاي اسمها active immunity. مثال عليها example اللي هي الvaccination. طب شو الباسف العاد؟ الباسف صراحة معتمدة مذكرين نرسم الفيروس تبعنا مرة ثانية، هذا فيروس الشرير على سطحه مجموعة antigen مجموعة بروتينات وشي زي هيك تمام. بالمختبر راح نروح نجيب جزء من هذه الانتيجين ونحطه داخل حيوان ثاني زي الحصان مثلا، الحصان نفسه راح يكون انتي بادي، هو نفس المبدا راح يكون لي مجموعه اجسام مضاده، هاي انتي بادي هون انتي بادي انتي بادي، راح ناخذ هاي الانتي بادي من دمه ونحطهم داخل عبوه او انبوبه يعني مجموعه كيميكال موديفيكيشن عليهم ونحطهم داخل انسان مريض مثلا بهذا الفيروس، فتلاحظ انه هذا الشخص اللي كان مريض بكل بساطه راح يتعافى، فهو اكتسب انتي بادي جاهزه
من مين؟ من شخص ثاني، إما يكون من شخص ثاني أو من خلال حيوانات زي الحصان مثلا. تمام. طب مثال على زي الريبز فاكسين، هي تبعت الكلب هاي. أيام مثال على الباسيف ريبز اميونايزيشن، أي مثال على الباسيف اميونيتي، هم جدا تعرفوه وهم جدا تعرفوا. الفاكسينيشن مثال على الاكتيف، وخلاص اتوقع هاي الاشياء كلها حكيت عنها. طب شو هي النجاحات؟ الميديكال سكسسز اند اتشيفمنت اوف immunology. طيب شو هم؟ فيقول لك انتاج الفاكسينيشن او الفاكسين. طيب كيف يعني شو راح استفيد من الفاكسين او كيف يتم انتاجها؟ يقول لك من خلال taking the invading microbe and weaken him، ضعفه بحيث انه ما بيقدر يسبب مرض عندي، ولكن عنده قدرة انه يسبب ايش؟ يحفز جهاز مناعة، اما من خلال نحميه او كيميكال، مادة كيميائية نقتله فيها او ليش نقتله احنا، نخفف منه شوية، or by taking the attachment protein of this microbe and administer them to people. زي ما شفنا في مثال الفيروس الشرير صاحبنا، اخذنا جزء منه حطينا ضد وعملنا passive immunity. طيب ايش الثاني؟ هي في حالة الأورجان ترانسبلانتيشن. اذا متذكرين مرة ثانية احنا قلنا الخلايا انا، طيب يا سيدي هاي سيلف انتيجين، قلنا في شيء اسمه سيلف انتيجين، واي في سيلف انتيجين. طب انت هل تتوقع انه انا سيلف انتيجين عندي كضياء مثلا نفس السلف انتجن عندك زكا محمد؟ طبعا لا، انا سلف بالنسبة الي سلف، بينما بالنسبة انا لما اشوف الانتجن تبعتك فورا راح اهجم عليها. فمثلا انت لو نقلت لي اي شيء من عندك، اي شيء اي شيء، جسمي مباشرة راح يتعرف عليه يقول لك ايه هذا انا سلف، انت مش من جينات ضياء او مش من اشياء ضياء، ففورا راح يبلش يقضي عليك. احنا لما فهمنا هاي كيف العملية بتصير في مساق المناعة راح تشوفه كمان، يعني قللنا من نسبة هاي الرفض المناعي. تمام، فبطل يصير رفض مناعي، مشان هيك احنا عملنا زي الانهبيشن، وعرفنا انه كل ما كان الاشخاص متقاربين جينيا، كيف يعني اخوك ابوك امك توينز اذا كان في كمان افضل وافضل، او نفسك انت تاخذ جلد مثلا مكان وتحطه مكان ثاني، راح يكون الرفض المناعي شبه معدوم يعني. تمام، وكل ما كان الفرق الجينات اعلى راح يكون الانتجن مختلفات عن بعضهم البعض، ولما تنقل لشخص ثاني راح يصير رفض مناعي يعني ويصير مشكلة. جميل. طيب reduce possibility of their ejection، ejection معناها الرفض، in organ transplantation procedures، عمليات نقل الأعضاء، and further understanding، فهم of why some organ have more success percentage، ليش بعض الأعضاء راح تكون نقلها كثير سهل، زي القرنية اللي هي قرنية. القرنية ما فيها blood vessel اصلا، تمام، فما فيها انتجين، هاي الاشياء زي هيك اصلا هي انتجين sequestrated organ، يعني هي منطقة ما بصلها المناعة. تمام، فنقلها كثير سهل، هاي اسهل اشي تنقله اللي هو القرنية. then other organs like bone marrow. البون مارو، انت متخيل البون مارو، انت قاعد تنقل عضو بصنع بي انتي سيل، على وينك نقلت عضو عادي، والله انت نقلت بون مارو نخاع عظم لشخص ثاني، فمجرد ما فات الشخص الاول اللي هو المريض راح يهاجم مهاجم عنيفه. مش بس هيك، زيدك مش شايف بيت، فلو افترضنا انه هذا شخص مثلا خلينا شخص اسمه احمد، شخص اسمه محمد، تمام، وهذا مريض مثلا بده بون مارو ترانسبلانتيشن، فجبنا البون مارو من هون، طبعا قريب هما، نقلنا لمين؟ لأحمد. فتلاحظ انه خلايا احمد يعني مناعته راح تبلش تهاجم مين؟ البون مارو هذا. مش بس هيك، البون مارو نفسه مو في خلايا، مو في تي وبي سيل، راح تبلش تهاجم بخلايا احمد. والله الموضوع شبه معقد. يا صديقي شبه معقد، والبون مارو كثير صعب تنقله، في ادويه يعطوها تخفف من المناعه تحل المشكله. طيب production of the new treatments that تعالج ال defects in the immune system الهيرديتي المتوارث. نعم، في مجموعه ادويه راح تعالج ايش؟ الامراض المتوارثه في جهاز المناعه، ما راح نخوض فيهم. production of the drug that control the allergy. طيب اذا احنا فهمنا انه الماست سيل زي ما حكينا الماست
سيل راح تنتج لي هيستامين، ومعتمدة على مجموعة يعني أشياء معينة زي الإميونوغلوبولين إي وأشياء زي هيك، فبإمكاني أصنع أدوية راح تحارب إيش الألرجي المعدية. يعني في ناس بالربيع وجهه بحمر وبصير مرشحة وسيلان ومش عارف إيش بتبهدل مورها الإيش مور الحساسية، فعلاجها سهل من خلال أنتي هستامين. طبعا مثال يعني. طيب production of the antibody in the laboratory which can known as monoclonal antibody. تمام، إنتاج أنتيبادي خاصة لأنتيجين معين يسمى مونوكلو أنتيبادي. فإحنا مذكرين بالمثال فوقاني قلنا ممكن أنتج أنتيبادي من خلال هورس مثلا أو حصان، أو ممكن أنتجه من خلال لاب. كيف من خلال لاب؟ أجيب هذا الباثوجين أو هذا الأنتيجين أعرضه لبي سيل، هذه بي سيل راح تبلش تنتج الأنتيبادي له، أسم لازات، وهذا اسمه مونوكلو أنتيبادي تكنيك ومعروفة. فيرذر وكذلك أيضا علاج الكانسر. طيب كيف علاج الكانسر and autoimmune disease like the BCG vaccine، وهي كانت بتعالج تي بي أصلاً نورمالي، ولكن وجدوا هي التوبركلوروسيس كانت تعالج التوبركلوروسيس هو السل نورمالي، البي سي جي كانت تعالج المرض السل. فبطريقة معينة هي صدفة صارت عالجت اليوراينري بلادر تيومر التهاب او عفوا اللي هو سرطان مثانة. فقال لك ايه والله الموضوع مهم، يعني جد المناعة دراستك هي حلوة ومفيدة، فشايف كل هالاشياء كلها مفيدة، وراح يعني قد ما فهمنا الموضوع اكثر وقد ما اخذنا بالمناعة اكثر راح نحاول نفهم وننتج ادوية اكثر ونسهل حياة الناس. طب بيش فشلت او اميونولوجي، خلينا نحكي النقاط السلبية تبعتها. في إشي اسمه autoimmunity وشرحناه، لما تنتج الجسم خلايا عندها القدرة تربط بالسلف أنتيجين، وإذا ربطت بالسلف أنتيجين راح تعمله destruction. تمام، هيا when our immunity don't recognize self cell تمام from non self so it will destroy our tissue like auto antibodies. في إشي اسمه auto antibodies راح تبلش الخلية البي سيل تنتج أنتيبادي ضد الجسم نفسه، وبرضه قلنا راح يصير هنا اكتيفيشن، ولكن في حالات معينه مرضيه الجسم ما راح يقدر يعمل ان اكتيفيشن هاي الخلايا تنتج اوتو انتيبوديز، فراح تنتج لي اوتو انتيبودي وراح تخرب. الاميون ديفيشنسي نقص المناعه when there is no enough number of immune system زي ما قلنا لك زي النيوتروبينيا، فاذا قل عدد الخلايا هاي راح يصير عندك immune deficiency disease. الالرجي اللي هي الالتهاب الحساسية الهايبرسنسيتيفيتي أيضا تسمى when there is an excessive response استجابة كثير كبيرة لأشياء ما بتسبب مرض. أوكي هي non self ولكن ما بتسبب مرض زي غبار الطلع مثلا، غبار الطلع وأشياء زي هيك ما بتسبب مرض عند الإنسان نورمال، ولكن في ناس متحسسين من هالقصة وكل ما تجي عنده بس عنده احمرار وأعراض الحساسية. طيب آخر شيء رح نحكي عنه شوية إبديميولوجي، طبعا هاي مش مكتوبة بالمحاضرة نهائيا مصطلح إبديميولوجي، ومقصود فيه أوبئة وهي كيف انتشار هذا المرض أو كيف تنتشر هاي الأمراض بشكل عام. أنا ضفت هذا المصطلح تسهيل للتلخيص، فممكن من خلال إيش الهاند او الايدين او من خلال التنفس هسه نشوف كيف. طيب هسه في معلومه كثير مهمه تحطها ببالك من هون لحتى يعني للنهايه للممات، يعني اني بيشنت هو انترز ذا هوسبيتال لازم تعتبره تحط ببالك انه عنده هيباتايتس، وهيباتايتس هي الانفلاميشن شديد داخل الليفر تمام او ليفر كانسر انتل بروفن اذروايز. فلازم اي بيشنت تشوفه تحط ببالك انه هذا عنده هيباتيتس او مرض معدي عنده اتش اي في، يعني تحط اسوء الاحتمالات. فمشان هيك هم اصلا بيوصوا لما تيجي تاخذ ابره منك ما تغطيها مثلا، او انك تستخدم ابره قابله لاعاده انك تكبها يعني، وانك تستخدم ابره مثلا غير قابله لاعاده الاستخدام اللي هي تمام حتى ما تستخدمها مره ثانيه، ويفضل انك ما تغطي الابره بعد ما تكمل شغلك
لانه اذا غطيتها غالبا راح تجرحك، واذا جرحتك راح نقول لك هذا المرض اذا كان بالبلد يعني، تمام؟ فدائما افتر ذا سرعه الملات. مشان هيك انت راح تاخذ يا صديقي لما تفوت على السنه الرابعه بالكلينيكال راح تاخذ فاكسين معينه ضد الهيباتيتس فيروس اللي هم البي والسي والشي هاي، تمام؟ على مراحل، مرحله ومرحلتين وثلاث. طيب الفاكسينيشن اكينست ذيس فيروس كونتينوس هاند واشينج. طيب هسه شو طرق الوقايه؟ الفاكسينيشن حكينا عنها اول فكره، ثاني شيء اللي هي هاند واشينج غسل يدين، اند ذا يوز اوف ذا فيس ماسكس اللي هن الكمامات، اند تيشو تو بريفنت ذا سبريد اوف ذا اير دروبليت از ماتش از بوسيبل. زي تلبس اللي هو الاطباء يلبسوا زي الشيء بلاستيك هيك عشان نحمي نفسهم من الميكروب هاي، to prevent the spread of the air droplets as much as possible، تمام؟ وهاي المعلومة حكيناها the first year of the life is the most dangerous.